السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل على كل مشاهدينا الكرام ومشاهدي قناة المحور في كل مكان، وحلقة جديدة برنامجكم مطبخ عظيم. أتمنى من الله تكون الظروف عدت على خير، وإن شاء الله يا رب تكونوا دايما كل حضراتكم بخير وبصحة وبسلامة. كل أصدقائنا يتواصلوا معنا من خلال صفحاتنا على الفيسبوك، يعني إحنا تقريبا متواصلين مع بعض كل يوم. ربنا يسترها دايما علينا وعلى مصر، ويسترها على أولادنا، ورحمة الله على كل من توفى في الأحداث اللي فاتت دي. إن شاء الله اللي جاي يكون أحسن، وتفائلوا بالخير تجدوه بإذن الله. النهاردة إحنا هنعمل طبعا وصفة لطيفة، هتكون الحمام بالفريك، طاجن حمام بالفريك بخضار شهرزاد، وهنعمل الملوخية الناشفة. في ناس كتير قوي طلبتها، إحنا هنعملها بطريقة بسيطة وسهلة، وعارفة إن في ناس ملهاش فيها قوي، لكن هنعملها عشان نبقى لبينا كل الطلبات. النهاردة إحنا معانا متألق النهاردة طبعا خضار شهرزاد كالعادة، ومتألق معانا كلوسيز، لأنه كلوسيز من المكملات الغذائية اللي أصبحت موجودة في كل الصيدليات، وإحنا نزلنا بوست فيه الصيدليات اللي موجودة على مستوى محافظات كلها. كمان منورنا النهاردة في أول أسبوع أصل الحلوب، وأصل الحلوب من أنواع السمن البلدي، بلدي 100%. طبعا معنا كمان الزبدة بتاعت أصل الحلوب، وزبدة أصل الحلوب فرنساوي 100%. هنستخدم النهاردة السمنة الحلوة دي بقى البلدي، اللي احنا قلنا ان احنا عايزين نعمل بيها وصفاتنا الحلوة البيتي بتاعت زمان. خلينا بقى نقول وصفات الطاجن الحمام بالفريك اللي هنعمله بسمنة أصل الحلوب. عندي حمام، ايا كان عدد الحمام عدد افراد الاسره يرجع لحضراتكم. خضار مشكل شهرزاد انا هحطه في وسط الطاجن، وعندي بصل مفروم وفريك، كوبايتين من الفريك ومعلقه كبيره من الصلصه، طماطم مبشوره وعصير طماطم، ملح وفلفل وقرفه، مستكه وبهارات، جوز الطيب، مرق، سمن اصل الحلوب، وحبهان باودر. انا الحقيقه هلبس بس ايه الجلافز كده. هو طبعا الحمام ما بيبقاش زفر الحقيقه، بيبقى جميل، وطبعا غسيله سهل جدا. أهم حاجة الملح، وأهم حاجة يا جماعة بعد إذن حضراتكم تطهير البيوت والأسطح، أكر الباب، أكر الحمام، أكر باب الشقة، إيدين ولادنا، نجيب الحاجات اللي تساعد في القصة دي في الفترة دي. أسهل حاجة الكلور، نخففه بمية ونرش الأسطح ونمسح. خلينا بس نحاول نساعد بعض الفترة اللي جاية يا جماعة. الناس اللي نزلت في السوبر ماركت بعد إذنكم نازلين ولابسين كمامات، طب حضرتك تعبانة وصدرك تعبان، حضرتك نازلة السوبر ماركت في وسط الناس تعملي إيه؟ يعني ما هو زوج حضرتك كان معاكي وقال لك ادخلي في العربية وأنا هجيب لك اللي أنت عايزاه، وتكح في وسط الناس وتفتح البتاعة. طب ليه؟ ليه يا جماعة؟ ليه بعد إذن حضراتكم راعوا، نراعي بعض، يعني نراعي بعض ونحافظ على بعض. إحنا محتاجين نتعاون، نتعاون والله، لو تعاوننا هنبقى أحسن شعوب العالم. طيب أنا حطيت معلقة سمنة، وهحط معلقة سمنة تانية. بصوا بقى، آدي معلقة سمنة، وهعمل بيها إيه بقى؟ بسم الله، هاخدها هنا أصل الحلوب، وأخدت معاها فصين ثلاثة مستكة. عندي البصل، بسم الله، هحط البصل، هشوح تشويحة، الله على الريحة، تسلم ايدك يا حمادة. معانا حبيبة قلبي اللي وحشتني جدا مدام روحية، هاخد القلوب والكبد بتاعت الحمام هحطها هنا مع المستكة والبصل. حبيبتي مدام روحية، صباح الفل مدام روحية، ايه رايك بقى؟ صباح الفل على حضرتك. انت عاملة ايه؟ وحشتينا قوي مدام روحية، وحشنا صوتك. صدقيني انت اكتر يا عظيمه، انت اكتر. انت عامله ايه يا حبيبتي، وازاي اسره حضرتك؟ الحمد لله، الحمد لله، نشكر ربنا. صدقيني كل ما اجي اتصل ابص الاقي البرنامج بتاعك خلص، مش عارفه ايه الحكايه. ده من سوء حظي انا يا فندم والله. لا لا، قلنا لهم زودوه شويه يا عظيمه. نعم، وعلوا لي الصوت في الاستوديو. خليهم يزودوها شويه. والله هيزيد، طلبنا من الاداره وكتر الف خيرهم. ان شاء الله نبقى معاكم في رمضان، وبرنامجنا هيبقى ساعه ونص باذن الله. كل سنه وانت طيبه يا وحضرتك بالصحه والسلامه يا رب العالمين. يا رب مرزوق معاك يا عظيمه. نعم مرزوق معاك، عايز اسمع. ادهوني ادهوني. اهلا وسهلا يا فندم، اهلا بحضرتك. ازاي حضرتك يا فندم؟ عندك ربنا يحافظ عليك وعلى بيتك وولادك. امين يا رب، وعليكم جميعا، ويخليكوا ليا جميعا. امين يا رب. صدقيني يا حبيبي، ربنا يخلي حضرتك ويديك الصحه، وما نتحرمش منك ولا من صوتك. يا رب يخليك يا فندم، من دخلتك في بيوتنا. امين يا رب، ولا يخليكوا ليا ابدا يا رب، ولا اشوفش فيكوا حاجه وحشه ابدا. ربنا يخليك.
تحياتي لحضرتك. حافظ على مصر كلها يا رب. امين يا رب العالمين. امين امين امين. ربنا ما يحرمنا من ذوق حضرتك ابدا. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا والله. طيب احنا دلوقتي بصوا بقى الحمام، انا هاخده اديته تشويحه مش عايزه كتير. هاخد الحمام ده بالملقاط الحلو ده وهحطه كده في الطاجن الاول. وهحطه هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا كمان تليفون من القليوبيه، ايه. ايه سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكي حبيبتي. عامله ايه؟ انا كويسه بخير حبيبتي، انت عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. يا رب يخليكي الحلوه دي حبيبتي دايما كده يا رب. يا رب يخليكي، وانت بالف صحه وسلامه يا رب وسعاده يا حبيبتي. ربنا يخليكي، والله انا بحبك جدا حبيبتي. احبك الذي احببتني فيه، وانا والله بحبكم قوي. ربنا ما يحرمني منكم يا رب يا حبيبتي. ربنا يخليكي لينا كده. تحيه لكل اهل القليوبيه، واتمنى تبقوا كلكم بخير يا رب. يا رب يخليكي يا حبيبتي. الحمد لله احنا بخير يا رب. مش عايزه اي حاجه يا ايه؟ لا يا حبيبتي انت مش مخلينا نعوز حاجه خالص. يا رب يخليكي حبيبتي، ده من ذوقك والله. احنا عايزين بس نشوفك كده بس وخلاص. تسلمي يا حبيبة قلبي، شكرا لسماع صوتك الحلو ده، ميرسي على المداخلة الجميلة دي. ربنا يخليكي لي يا حبيبتي. تسلمي لي بحفظ الله، مع ألف سلامة. طبعا بكرة هقول لكم هنعمل حاجة كده سريعة من الحاجات برضو اللي بتقوي المناعة، أنا هقول لكم عليها بالبق لو عايزين تعملوها، بس بكرة إن شاء الله هنعملها مع بعض. برتقناية قطعوها شرايح بالقشر بتاعها مكعبات صغيرة، وقطعوا ليمونة برضو بالقشر بتاعها مكعبات صغيرة، ويفضل الليمون الأداليا الكبير عشان تبقى حجم الليمونين. بناخد 3 ليمونات من الصغيرين إذا الحجم صغير. أنا دلوقتي بس بشوح الفريك وحطيت عليه طماطم المبشورة. هاخد كده معلقة صلصة برضو، وشوحت الحمام الأول في جوزة في الحبهان أسفة المستكة والبصل، وهقلب كده بس تقريبا الفريك هنا، وحط بقى رشة قرفة حلوة، وطبعا بهارات الجميلة، وطبعا رشة جوزة الطيب دي ما نستغناش عنها. الجوزة بتاعتنا فين يا حمادة؟ ودي رشة حبهان خفيفة. وحطيت الكبد والقلوب والقوانص بتاعة الحمام معاه كمان، وعندي طبعا مرق سخن. يبقى احنا بقى هنقول المشروب تاني. عندي برتقانة متقطعة بقشرها، وعندي ليمونة أداليا كبيرة، وهاخد بقى الفريك ده هستسمحكم انقله هنا، وهبدا احط عليه المرق او عصير الطماطم. خلينا نحط طب شويه عصير طماطم. وعندنا معلقه عسل كبيره، كل ده فوق بعض وهو متقطع من غير اضافات لسه سوائل ولا حاجه، ومعلقه عسل كبيره. احنا هنعملها بكره، وطبعا جنزبيل فريش. كل ده هيتقلب مع بعضه، ومعاهم معلقه كركم، وهنحطه في برطمان، وهننزل عليه ميه سخنه بتغلي، ونغطيه ببرطمان ونسيبه شويه 10 دقائق، نبدا نشرب منه تحفه. قووا بقى المشروبات دي. بصوا هيبدا يصلصل، انا مش عايزاه يصلصل بقى على النار، عايزاه يصلصل في الطاجن فوق الحمام. فانا عايزه انقله هنا اصبه فوق الحمام. خليني اخد كده بس كام حماميه هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كده هنا، وادي الحمام، وادي الفريك، وهنبدأ نسقيب شوية مرق، وهندخل الطاجن ده بقى الفرن. معانا أستاذ محمد من بورسعيد، يا أهلا وسهلا أستاذ محمد. إزاي حضرتك؟ عظيمة. إزاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. أنت أخبارك إيه يا باشا؟ أنا بخير الحمد لله، طول ما حضرتك بخير. والله أنا اتفرجت على حلقة السحور التولي، كانت حاجة جميلة جدا. يا رب يخليك يا فندم، ده من ذوق حضرتك والله. مش سامع يا ولاد. معلش يا استاذ محمد تقول لي تاني كان بيقول ايه يا استاذ محمد لو حد سمع. ربنا يخليك ميرسي، بس حضرتك قلت حاجه هم ما سمعوهاش برضو، يا ريت تتواصل معانا مره تانيه. اصب كده شويه من المرق. انا عايز اعمله خفيف، انا حاطه سمنه ويعني ايه اديته اهتمام بالسمنه قوي. شوحت الفريك، وهبدا بقى. عايزين تحمره شكله اوكي، عايزين تخلوه زياده عن الصلصه عن كده ماشي، بس انا بصراحه عايزاه يبقى طعمه منه فيه لطيف. هدخله الفرن
حراره 180 على الشبكه في النص، وهسيبه ياخد ويدي مع بعضه. الحمام ما بياخدش وقت على فكره في التسويه، واحنا شوحناه. حمام من الحاجات بتستوي طالما مش محشي بيستوي على طول. بسم الله نحط كده وبعدين هنبدا. طيب نطلع فاصل الاول ونرجع مره تانية نعمل الملوخيه الناشفه بطريقه سهله وبسيطه لكل اصدقائنا بيحبوا الملوخيه الناشفه، نشوف طريقتها ازاي لكن بعد الفاصل. نستني حضراتكم. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل. دلوقتي احنا عملنا طاجن الحمام بالفريك ودخلناه الفرن، طريقه كده شبه ني في ني، مش عايزينه يتسبك قوي، عايزاه بقى ياخد وقته في الفرن. يا سلام لو الفرن الفلاحي، الله الله، هيبقى احلى طاجن حمام بالفريك. طيب هنا بقى هنتكلم عن الملوخيه الناشفه، طبعا هنعمل احلى طشه ليها. الملوخيه الناشفه بتتباع دلوقتي اكياس لاحد الشركات، حلوه ومنخوله ونظيفه. بصوا ده من الكيس على طول، ما عملتش فيها اي اضافات زي ما حضراتكم شايفينها كده، ولا فيها بقى ايه شويه شوائب ولا حاجه. انا حطيت شويه شوربه هنا على النار مرق، ان شاء الله قريبا نعمل مرق المكعبات من الفراخ وبواقي الفراخ وعظم الفراخ اللي بيتبقى عندنا، نقدر نعمل منه حاجات كتير جدا. هقول لكم نستخدمه في ايه. حطيت شويه مرق صغيرين حوالي مثلا كوبايتين، وعندي هنا مقدار كيسين ملوخيه من الجافه، لان هي اعتقد لا تتعدى ال 200 جرام اعتقد كده ويمكن اقل. طيب الملوخيه الناشفه عندي ملوخيه ناشفه، ثوم مفروم، طماطم مبشوره، كزبره جافه، كمون، سمنه اصل الحلوب، ملح، وطبعا مرق. ننزل تاني بالمقادير لو انتم حابين. عندي ملوخيه ناشفه، ثوم مفروم، طماطم مبشوره، كزبره جافه، كمون، سمنه اصل الحلوب، مرق وملح. انا جيت هنا كده عند المرق ده هحط رشه فلفل، رشة ملح خفيفة، وهحط الطماطمية المبشورة هنا بقى عند الشوربة، تعالوا جنبي هنا، الكوبايتين اللي قلنا لحضراتكم عليهم الـ هنا كده، وعايز أقلب كده بالواس كده. بسم الله الرحمن الرحيم، يغلو بس غلوة حلوة مع رشة كمان كمون خفيفة بسيطة قوي كده مع المرق. و معانا مدام ناديه حبيبتي من اسكندريه. صباح الفل عليكي يا روحي. صباح الفل والورد والياسمين واحلى مخ، انت فتحتي نفسي ان انا اعمل المخ. الله بقى ده احنا هنقطع على بعض. او انا اقدر، انا اقدر يا قمر. تسلم ايديكي وعينيكي. وتسلم وصفه شيف فاطمه ابو حاتي، والله بجد. تسلميلي يا رب، انت كل حاجتك اللي جميله. يا حبيبه قلبي تسلميلي، وربنا ما يحرمني منكم ابدا. تسلم ايدك يا حبيبتي. تسلمي. يسلم كلامك ودعواتك يا رب. حبيبتي. استجاب منك ربنا. آمين. يا رب ويحافظ على اولادك واولادنا جميعا، وان شاء الله يرفع مقت ربنا. امين. ربنا عنا جميعا. آمين. باذن الله. امين يا رب العالمين. ابتلاء، وان شاء الله ربنا قادر ان هو يحفظ الارض باذن الله يا رب. بفضل الله يا حبيبتي. يحفظنا جميعا باننا برضو نخاف على بعضينا. صح. ونبقى كلنا مع بعضينا، ربنا برضو هيقف جنبينا. صح. طبعا يا عظيم. صح طبعا. عايز اقول لك معلومه على الملوخيه الناشفه. قولي لي قولي لي يا حبيبتي. اعمليها بالزغاليل. الله الله. اللي لا استني، مش الزغاليل اللي انت حطيتيها دلوقتي. انهي زغاليل؟ عارفه الفول النابت؟ هو ده بقى بيتقشر وبيتقسم كده نصين وبيتحط مع الملوخيه. والله اسمها ملوخيه بالزغاليل. الله الله الله. احنا نجرب الزغاليل دي بقى. الفقرة. يا حبيبتي بتبقى عامله زي السكر والله. يا ما هي طبعا 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 بيتعمل جواها كده وبيتغمس معاها، فهو بقى التنبيته اللي فيه دي بقى مسميينه بقى كده الزغاليل. ملوخيه بالزغاليل يا روح. بتبقى والله جميله يعني. طبعا. مسكره كده يا حبيبتي. تسلمي. هي لو من صح من مصدر، وهي شكلها نظيف جدا صراحه. ما شاء الله ما شاء الله. نجرب والله. حضرتك عاملاها شكلها نظيف. يا ربي يخليك. اكتب لنا اسمها بقى على الصفحه. عينيا الاثنين لحضرتك. عينيا. عشان اللي احنا بنجيبها بقى بنعمل بالمنخل ونقعد. دي على طول من الكيس على الاستخدام على طول. بقى تراب وبلاوي. ايوه. شكلها نضيف قوي ما شاء الله على الشركه تقريبا. الله يخليكي يعني حبيبتي. شركه نضيفه ما شاء الله. الحمد لله. وطبعا بحيي كل حبايبنا اللي بيصبحوا عليكي كل يوم. ايوه. كاست البرنامج الجميل ربنا يخليه. امين. على
حبيبنا احمد ان شاء الله كده يبقى بخير يا رب، وكل الكاست وكل البرنامج يكونوا بخير ان شاء الله يا رب باذن الله. ويخليكي لينا مدام ناديه وما احرمناش منك. صباح الفل عليك. صباح الفل على حضرتك وكل اسرتك وحبايبك وكل اهل اسكندريه وفراوله ومدام كريمه وكل حبايبنا. انا خدت معلقتين كبشتين شوربه حطيتهم على الملوخيه وهي جافه بعد ما عملت الشوربه دي التكنيك ده. اخدت اخد الطاسه بقى اسخن هنا عشان نعمل الطشه. اخدتها شويه بالشوربه السخنه وبعدين قعدت اقلب فيها عشان اديها من روح الشوربه. بصوا التقل طبعا يرجع لحضراتكم. نشوف كده السمايكه بتاعتها اهو، شايفين اهي دي التقل بتاعها. انا الحقيقه بحبها تقيله كده، ارفعها شويه. حاضر اهو تاني. وهنعمل بقى اصل الحلوب دلوقتي، طشه الملوخيه الحلوه دي باصل الحلوب. هاخد بقى كده، هي خلاص غليت، تغلي غلوه، بسخن هنا واخد تاني من سمن اصل الحلوب. كبشه كبيره، بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن تبقى هنا دي. عايزه بقى ارفعها بعد اذنكم من على النار، معلش هخليها هنا خلاص. ونقلب كده، وهاخد من سمن اصل الحلوب كبشه حلوه هنا، شايفين الريحه طبعا ولا اروع، مش عايزه اكتر قوي اهو. وهناخد على النار هنا. عندي بقى شويه ثوم، يبقى اهم حاجه فيها معلقه الشوربه اللي هنستخدمها كده. وعندي شويه كزبره جافه، ممكن ناخد شويه تطبيقات عقبال ما انا اقلب. بس بعد اذنكم احط بس رشه كمون كمان هنا خفيفه قوي، بس تنطق الريحه مع التحميره والتحميصه دي. احمرهم بقى كده لما لون الثوم يبقى ذهبي. يلا حبايبي اتفضلوا التطبيقات. يلا معانا ريهام الجميل عامله رز بالخلطه، تسلم ايدك يا ريهام. اللي بعده مدام كريم عامله كفته روعه، تسلم ايديكي. لحن الوفا عامله محشي، الله انا بموت في المحشي. ولاء محمد عامله فطير مشلتت، تسلم ايديك يا حبيبتي. ام فاطمه الجميله عامله قرص بالسمسم، وعامله لنا ده ايه كرواسون. دي ماجده احمد عامله كرواسون، تسلم ايدك. مدام سميره راتب عامله كيك جميل زي السويس رول بالشوكولاته، تسلم ايديكي وعينيكي حبيبتي والله. ولسه في تطبيقات روعه، احلى دعوات جت في وقت ما كنا بنقازر بعض. تحيه لكل الشباب اللي نزلوا الوقت اللي كان فيه المطر وبعربياتهم الجيب، ومنهم اتعرض ان عربيته عطلت بعد نقلات كتير، العربيات بتبقى تقيله. وشكر خاص لكل من في الدوله راعى ده ودعم الشباب دول لما حصل لهم كده. وبندعو بالرحمه لكل من يعني توفاه الله في الظروف دي، بجد يعني ربنا يرحمهم. واتمنى ان احنا دايما نبقى ايد واحده نتعاون. عربيات كتير من الحكومه على الدائري كانت بتساعد، ده قدام عينينا احنا شخصيا وقدام عين شيرين كذا حد شاف. شكرا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكرا لان حضرتك حسمت موضوع المدارس. احنا كنا في حاله رعب، عارفين ان ظهرت حالات، ان شاء الله اللي حصل حصل مش هنقعد نتكلم فيه. لكن شكرا لحضرتك انك اديت قرار نهائي وحاسم، لكن نرجو من حضرتك كمان الرأفة في خلال الاسبوعين اللي الولاد هيقعدوا فيهم، ان المناهج يعني تخف من عليهم، لو حتى اخر وحدات تتلغي عشان بس نبقى كلنا مع بعض. والله احنا ما عندناش اعتراض نذاكر للولاد، بس في امهات كتير ما بتعرفش تتواصل مع الجديد في المناهج. ارجو من سيادتك ده، وشكرا ليك جدا جدا. انا بصب، بصوا الملوخيه الناشفه اهي، بصوا جميله جدا. وهصب عليها بقى الطشه هنا كده من فوق هنا، بسم الله الرحمن الرحيم كده، بسم الله. الله 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 الله. و دي الملوخيه الناشفه بالتقليه وسمن الحلوب، الريحه اصل الحلوب مش قادره اقول لكم، عامله جو حلو. ان شاء الله تجربوها في الكحك والبيتي فور وتعجب حضراتكم. بسم الله هاخدها هنا احطها هناك. وهنشوف بقى موضوع دلوقتي البرايم هيبقى قدامنا شويه عليه، لكن انا بشكر حضرتك
يعني بشكر الحكومة المصرية، وأتمنى أن اللي جاي ياريت كلنا نساعد بعض وندعم بعض. بلاش نوادي يا جماعة، بلاش أهاوي، بلاش نتجمع في أماكن، ما احنا مش هنقعد الولاد في البيت وبعدين نخرجهم نروح بيهم في أماكن عامة. أرجوكم خلينا نحافظ على نفسنا الفترة دي، ونساعد الحكومة من جهة تانية أنها يعني تطهر الحاجات اللي حصلت فيها مشاكل على مستوى الجمهورية. احنا النهاردة إن شاء الله بعد الفاصل اللي جاي معنا فقرة اللي جاية نلتقي بها بعد الفاصل، ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل. دلوقتي انضمت لي وشرفت لي ونورت لي في الاستوديو ضيفتي الجميله مي سمير، واللي هنتكلم مع بعض النهارده عن كورسات والكبسوله الجديده والحاجات الحلوه بقى اللي مع مي النهارده عن فيتارم جلوبال. لكن نصبح عليها الاول. صباح الفل يا مي. ازيك يا زوز؟ عامله ايه؟ عامله ايه قمر؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ عملتي ايه في الجو ده؟ خلاص حفظنا بقى الكبسوله الجديده. حفظنا بقى. عملتي ايه في الجو ده؟ يا الحمد لله الواحد يعني عدى كده منه بخير. ثلاث ايام الحمد لله كانوا، بس ربنا ان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله باذن الله. تفائلوا بالخير تجدوه باذن الله. طيب احنا هنستسمحك بقى ننزل ارقام التليفون، هم 10 ارقام خاصين من فيتارم، وكمان صفحتين وحيدتين ما فيش غيرهم، واحده فيتارم بالعربي وواحده فيتارم بالانجلش. دول من خلالهم حضراتكم بتقدروا تتواصلوا من خلال الصفحة أو التليفونات. في بعض من الأرقام الموجودة على الشاشة عليها خدمة الواتساب، عشان لو في حد حابب يعني التليفون ما توفقش إنه يترد عليه يقدر يتواصل من خلال الواتساب وهيردوا عليه فورا. صح كده يا مي؟ مظبوط. يعني واتساب بتردوا حتى لو أنتوا انشغلتوا بس يبقى في رد. صح؟ طيب قولي لنا بقى الكورسات النهاردة. أنا كل اللي فارق معايا النهارده الحقيقة الكبسولة اللي بتلعب على مناطق معينة بتخص ناس كتير قوي في المشاكل بتاعت الخساسان، إن هم بينزلوا بيتبقى أماكن معينة مش محتاجين، هم عايزين الأماكن دي لكن كمان عايزين ينزلوا في الجسم توتال. أنا عايزة أقول لك إن أنا قبل ما أطلع بقعد مثلا يومين أكلم الناس أعرف الفيدباك إيه على الكورس اللي خدوه، طب رأيك إيه؟ طب إيه مثلا لو عندك مشاكل معينة عايزة أعرفها عشان خاطر بعد كده اي كورس تاني اطلع بيه ابقى حل فيه المشاكل القديمه. كويس جدا. عايزه اقول لك ان انا قبل ما اجي كده احنا بقالنا اسبوعين ماشيين على الكبسوله الجديده. كويس. عايزه اقول لك ان انا قبل ما اجي تقريبا بقالي 3 ايام بكلم الناس، اغلب اللي خدوه الفيدباك رهيب. الحمد لله. عايزه اقول لك ان الناس فعلا مبهوره بيه عكس اي منتج تاني خدوه. انا ما سمعتش كومنت سلبيه الحقيقه، الحمد لله ان دي حاجه حلوه. اقوى بكتير. وامن، وغير كده هم حاسين ان عندهم صحه، يعني رايحين وجايين وبشره نضره ومفيش اي مشاكل خالص. فده برده حاجه فرحاني جدا. انا كنت حاطه مثلا رينج من 3 ل 5 كيلو في الاسبوع. في ناس عدت ال 5 كيلو في اسبوع ما شاء الله، وده معدل هايل بالنسبه لي. الناس طبعاً دي في ضمنهم ناس عندهم مشاكل غده او حاجه ولا لا؟ الناس اللي عندهم مشاكل في الغده نزلوا حوالي مثلا 4 كيلو في الاسبوع ده. كويس. وده بالنسبه لي انا معدل تحفه، معدل هايل. ده لو نزلوا 2 كيلو يبقى كويس كمان. طيب 4 كيلو ده هايل، ده بالنسبه مثلا عند حد عنده غده مشكلة حرق ضعيف اللي عندهم مشاكل. طيب قول لنا بقى الناس الكويسه اللي ما عندهاش مشاكل، وبرده الناس اللي عندهم مرضى ضغط وسكر وكده، عشان برده بصي نبقى. اي مريض ضغط سكر كوليسترول مثلا، لو في واحده مثلا عندها بترضع او اي حاجه مثلا مشاكل في ظهري في العضلات في في المفاصل، كل ده الكورس لا يتعارض معاه نهائي. كويس. كل حاله صحيه وكل سن ليه كورس معين. تمام. وبرده بنلعب في حته الكبسوله الجديده دي. بجد هي فعلا زي ما الناس قالت عليها ان هي حاجه كده سحريه فظيعه. الكبسوله دي بقى احنا لما طلعنا بالعرض المره اللي فاتت وقلنا ان معانا عرض الكبسوله الجديده ومع عرض منطقه البطن هديه، يعني الاثنين دول حاجه كده تفجير دهون فظيع. تمام. وعرض 70% خصم. الناس اخذت العرض ده، وتبقى ناس كتير قوي بالليل بتتصل، فطبعا عشان طول اليوم في ضغط مكالمات في ناس كتير ما لحقتوش. طب عملتوا ايه؟ وانا طبعا برد مع الناس اللي عندي ومع الفريق الطبي، فعشان خاطر بشوف الناس فبرد كده باي راندوم، يعني برد على التليفونات. ففي ناس كانت عايزه تاني ونفس العرض، عشان طبعا اي منتج ده لازم يبقى غالي، فاحنا حاطين عليه خصم 70%. كويس. فتبقى كميه كبيره عايزين. أوكي. فانا النهارده طالعه، بس انا بستسمح الناس ان احنا لو عايزينه نتصل على طول، بلاش تسيب نفسنا لحد اخر اليوم بقى. اوكي. وبعد نرجع نقول لا احنا ما لحقناش العرض. هايل. طب قول لنا بقى العرض ده ايه ليكي النهارده؟ ان انا معايا العرض ده تاني هديه وبنفس الخصم، ان انا هطلع معايا العرض بتاع الكورس الكبسوله الجديده، وبالاضافه عليه كورس منطقه البطن واي اماكن فيها تجمعات دهون متكتله. كورسات فرديه وثنائيه وثلاثيه، وفي كورسات مكثف. قوليهم لنا الاول يا مي. تمام. انا معايا النهارده عرض شهرين، تاخدي كورس اللي هو بتاع الكبسوله الجديده وعليه كورس منطقه البطن هديه. ده بيقعد معاها لمده شهرين كاملين، بينزل حوالي 20 25 كيلو مع النحت والتثبيت. ده بخصوص الشهرين بينزل حوالي من 20 ل 25
كيلو من شهرين. تمام اوكي. وببدا الاقي عباره عن ايه؟ لا قولي لنا عدد الكبسولات والنقط والعشب. علبتين كبسولات وعلبتين نقط وعلبتين اعشاب، الكورسين مع بعض. حلو قوي. باخد الكورس الاولاني اللي هو كبسولتي الجديده ومعاها نقط واعشاب، وعليهم كبسوله منطقه البطن هديه ومعاها كبسول معاها نقط واعشاب. كويس. يبقى كده اتنين كبسولات، اتنين نقط، اتنين اعشاب. هايل. طيب اللي بعد كده كورس ايه تاني غير اللي هو الكورس بقى الثلاثي؟ الناس اللي وزنها اعلى من 100 وعايزه تنجز نفسها على طول، برده في كبسولتي الجديده بتاخد الثلاث شهور ده برده بنفس الخصم اللي هو 70%. هايل. تمام. يبقى باخد كورسين وعليه الثالث هديه. أوكي. او كورس وعليه الثاني هديه على حسب بقى وزني والحاله الصحيه وعلى حسب ما يحدد لي الفريق الطبي. اوكي. تمام. عايزه بقى اكلمك عن مزايا الكورس، بس قبل اي حاجه عايزه اقول لك ان في ناس كتير مشكلتها ان هي بتنزل وزنها ترجع بعد فتره تقول لك انا زدت اكتر من الاول. طب ده ليه؟ علشان في كورسات معينه او ادويه معينه او نظام رجيم مثلا ماشيين عليه بقى لنا فتره، الكورس ده او الحاجه اللي مشيت عليها ما نزلتش الدهون اللي في جسمي، نزلت ميه، نزلت عضلات، فبالتالي بلاقي نفسي تعبانه، بلاقي نفسي عندي خمول، بلاقي بعدها بعد ما افرح واتشجعت الاقي نفسي وزني زاد تاني اكتر من الاول. فده انا مش عايزاه. الكورس بتاعي النهارده بيقضي على الخلايا الدهنيه. يعني بيفتت لي الخلايا الدهنيه اللي قعدت معايا تتكون لفتره سنين طويله، وكمان بيقضي عليها تماما فمش بتتكون تاني. طيب ممكن تقول لنا الكورسات المكثفه؟ الكورسين مع بعض النهارده أيوة. يقضوني شهرين. عايزه اقول ان الكورسين دول بالكبسوله الجديده اللي فيهم فعلا اقوياء جدا، وده بناء على فيدباك الناس. طيب يعني ده لو حد الشهرين والثلاثي دول يعتبروا شهر اشهر مكثفه لوحدهم عشان ننجز نفسنا بقى قبل الصيف وقبل رمضان نلحق ننزل وزن اللي احنا محتاجينه كله. تمام كويس جدا. دول في فتره احنا قلنا دول شهرين ودول ثلاث شهور. مظبوط. الثلاث شهور بس بيناسب الناس اللي فوق ال 100 كيلو. الناس اللي فوق ال 100 برده عايز تنزل مثلا حوالي 30 35 كيلو بالكورس الثلاث شهور ده. كويس. مظبوط. هايل. مع المتابعه الاسبوعيه. حلو. و70% خصم زي الخصم اللي كانت عاملاه لنا مي في قبل كده وحضراتكم طلبتوه بناء على طلبكم، وكمان الشحن مجانا لكل المحافظات. طيب كلمينا بقى عن الكبسوله، قولي لنا بقى الكورس بقى اصلا. أيوة. الكورس عباره عن ايه؟ 10% وانتوا ضفتوا عليه الكبسوله الجديده دي عشان بتعمل ايه وايه؟ عشان الكبسوله دي شامله كل حاجه، انا جمعت كل المشاكل اللي بتواجههم وجمعتها في الكبسوله دي بالذات. كويس. اي مثلا دواء تخسيس ناجح او كده ليه 22 وظيفه اهمهم سد شهيه جدا. في ناس اللي هي بتحب الاكل، الناس اللي هي شهيتها عاليه على طول، الناس الاكيله يعني من الاخر اللي هو بيفرح ياكل بيزعل ياكل. خارجه اهم حاجه في الخروجه الاكل. فالناس اللي عندها شهيه عاليه دي الكورس ده برده مخصص ليهم جدا. بيسد معايا الشهيه لمده 12 ساعه في اليوم. مش بس بسد الشهيه، انا بنسى الاكل تماما. فانا بسد الشهيه ودي اول حاجه فيه. تاني حاجه بيعلي معايا معدلات الحرق بشكل رهيب، وازاي؟ بطريقه صحيه وامنه. كويس. وتحت امنه حطي 100 خط طبعا، لان الناس بتقلق ان مثلا في كيميكلز في اي حاجه. لا، الكورس بتاعي بيسد الشهيه وبيعلي معدلات الحرق بطريقه امنه جدا وبسيطه وظريفه من غير ما الاقي اي اعراض جانبيه. تمام. ازاي؟ ان هو في راسبري وفي الكارانتين، في فيتامينز بتعلي معايا معدلات الحرق. الراسبري ده اللي هو التوت البري، مش موجود مثلا عندنا هنا بكثره، فالتوت البري بالذات بيعلي معايا معدلات الحرق جدا، فانا مدعمه جدا في الكورس بتاعي الجديد. يبقى انا سددت الشهيه وعليت معدلات الحرق. كمان في ميزه مهمه جدا بقى، ان الكورس بتاعي بيقوي المناعه، مضاد للفيروسات ومضاد للاكسده، بيكافح الشيخوخه، كل الحاجات دي معايا، بيظبط يعني شغل الجهاز الهضمي، بيحافظ على المعده السليمه من غير اي التهابات عكس اي منتج تاني. كويس. فلما تجمعي كل ده في منتج واحد يبقى انت كده حققتي معادله صعبه، ان انا باكل كل اللي انا عايزاه من غير مثلا ما احرم نفسي من اي حاجه. كويس. وفي نفس الوقت مواعيد اكلي وزني بينزل. لان الكورس اصلا بيظبط لي كل ده. عايزه اقف بس في حته صغيره هنا يا مي. الناس اللي بتقول مثلا انا اخدته بس ما حسيتش ان شهيتها اتقفلت 100%، لازم يرجعوا لكم في المتابعه. وانتوا بقى بتدعموا ده تاني اما بتزودوا عدد الراس ممكن تكون هي مثلا احنا قايلين لها خديه قبل يعني ليها حل بعد او العكس. يعني بتبقى هي برضو لخبطت في حاجه، فطبعا على طول عشان كده بقول دي فايده المتابعه، بترجع على طول للفريق الطبي. لازم اتاكد ان انا ماشيه صح، ان انا عندي شهيه اتسدت طول اليوم، الحرق عندي شغال، وزني بينزل على الميزان. وبرضو في نقطه مهمه جدا، انا بركز على الميزان وبركز على صحته. عيني على الميزان وعيني على صحته في نفس الوقت الاثنين مع بعض. يعني انا بنزل وزني بشكل حلو جدا وفي نفس الوقت مراعيه صحته، ان هو في نضاره في البشره، شعري ما بيقعش، مش مثلا ضفري بتتكسر، كل الكلام ده معايا. فالكورس جمع لي كل المميزات دي النهارده، وانا يعني العرض ده كده انا عملت بقى اللي عليا خالص. ان احنا اتكلمنا فيه تاني. طبعا. ومع المتابعه طبعا الاسبوعيه دي حاجه باكد عليها تاني.
تمام. طيب بصي بقى يا ميوس، خلينا نتكلم عن كل الناس اللي عندهم مشاكل زي الضغط، الكوليسترول والسكر، ايه اللي يناسبهم؟ هل ده يناسبهم؟ بصي الكورس لا يتعارض مع اي مرض. لان اصلا مريض السمنه هتلاقي عنده يا اما ضغط يا اما كوليسترول يا اما سكر، في الغالب بيبقى عندهم كده. فطبعا ما ينفعش اقول لا مريض ضغط سكر لا مش هينفع معاه. في ليهم كورسات مظبوط، الكورس بتاعي لا يتعارض مع اي مرض، بالعكس بيظبط لي بقى ايه مستوى السكر في الدم، بيظبط لي برده الضغط، ولا بيعلى ولا بيوطى، بيخفض دهون الدم، يعني الكوليسترول عندي بيتظبط بيقل، ما بيبقاش فيه عندي اي مشاكل. فالكورس بتاعي مش بس كورس بينزل لي الوزن، لا انا بقول عليه كمان كورس علاجي، ان هو بيظبط لي كل ده، وكمان بيقوي معايا المناعه لان هو فيه فيتامينز وفيه حديد وفيه معادن وفيه كالسيوم، كل ده موجود معايا النهارده في الكورس بتاعي الجديد. يبقى انا الكورس بتاعي ثلاث حاجات بصراحه مع بعض، ان انا كورس بينزل لي وزني بشكل حلو جدا، وفي نفس الوقت كورس علاجي لان هو بيظبط لي اي حاجه في جسمي، وبعد كده بقى مع الوقت بيظبطها خالص، وفي نفس الوقت بيسندني بيقوي لي المناعه لان هو فيه فيتامينز وحديد وكالسيوم، ودي حاجه احنا الفتره دي محتاجينها جدا. تمام، فالثلاث حاجات دول مع بعض في الكورس بتاعي النهارده. طيب يعني احنا النهارده عندنا كورسين، واحد كورس الشهرين وده بينزل من 20 ل 25 كيلو، اللي هم اثنين كبسول، اثنين نقط، اثنين اعشاب. مظبوط. والثلاثي اللي هو فوق ال 100 كيلو، قول لنا برده ده قد ايه؟ هو فوق ال 100 كيلو بتاخدي كورسين وعليهم الثالث هديه النهارده، ومعاكي خصم 70% والشحنه مجانا لحد البيت. ده عشان خاطر الناس اللي وزنها فوق ال 100 وعايزه تخلص مره واحده بقى تنزل الوزن ده كله، بالثلاث كورسات دول نخلص نفسنا بقى على طول. تمام. مش هقعد اخد واحد في الثاني في الثالث، لا مع بعضه كده باكج على بعضه كله، بينزلني حوالي 35 كيلو في الثلاث شهور دول. كويس جدا. الكورس بتاعي كمان بيعمل ايه؟ بيشد لي جسمي، يعني ما الاقيش مثلا سليوليت، ما الاقيش ترهلات، ما الاقيش جسمي نزل وفي نفس الوقت عندي منطقه البطن مضايقاني او في موجوده لسه. عشان كده انا مدعمه بقول الكورس بتاعي كورس جسم كامل اللي هو كبسولتي الجديده، وعلي كورس منطقه البطن كمان هديه، بحيث ان انا من اول اسبوع تبدا بطني تنزل وابدا الاقي الفرق على طول على الميزان وفي اللبس وفي صحتي وبطني نزلت، وكل ده مع بعضه. كويس جدا. انا طبعا الخصم 70% معايا، 70% النهارده، والشحن مجانا لكل المحافظات. اخر حاجه بعد اذنكم نزلوا لنا الصفحه صفحتين بتوع فيتارم بعد اذنكم مره ثانيه، وارقام التليفونات هتنزل قدام حضراتكم، 10 ارقام للمتابعه وللسؤال هم صفحتين، فيتارم جلوبال بالانجلش وفي كمان فيتارم جلوبال بالعربي، دول الصفحتين الوحيدتين. اي صفحات تانيه غير اللي قدام حضراتكم دي مش تبع الشركه خالص، وطبعا تقدروا تتواصلوا من خلال الارقام، في بعضها عليه خدمه الواتساب. مي الناس اللي ما عرفتش توصل للكورس اللي فات اللي حضراتكم كنتوا حابينه وعليه خصم 70% بالكبسوله الجديده، دلوقتي بداوا يطلبوه مره تانيه، وهم كشركه نزلوا الكورس مره تانيه معايا النهارده من خلال البرنامج. وفي مي معايا النهارده بتقول علشان كل اصدقائنا اللي حاولوا واتصلوا وما لقوهوش ومحتاجين الخصم ومحتاجين الكورس والكبسوله دي. عايزه اقول لك ان شاء الله كمان المره الجايه يبقى معايا صور للناس اللي خدت الكورس الجديد ده. ايوه، ونشوف بقى بنفسنا بقى ايه بالصور وكل حاجه. هايل هايل يا مي، والله انا طبعا بشكرك يا مي جدا. على ايه يا حبيبتي؟ بس اهم حاجه هم يستفيدوا بقى بالعرض. ده ان شاء الله النهارده، عشان برده ايه هم عملوه مخصوص عشان حضراتكم، ان برده الحاجات دي بتبقى تقريبا في هم بيجيبوها بيستوردوها بتبقى مكلفه، عشان يعملوا ده عشان ارضاء لعملائهم، دي برضو يا ريت نقدرها، فيا ريت حضراتكم تتصلوا على طول. بشكر النهارده ضيفتي الجميله اللي شرفتني ونورتني، طبعا مي سمير. شكرا للشركه فيتارم جلوبال، شكرا لانه اهتميتوا جدا بطلبات عملائكم، وانه عدتوا مره ثانيه الكورس بنفس الخصم ما قللتوهوش، 70% خصم. الكورسات هتقوليها لنا اخر مره بعد اذنك يا معي تاني النهارده طلعنا تاني واخر مره بعرض الكبسوله الجديده. ايوه، ان انا معايا كورس كامل جديد وعليه كورس منطقه البطن هديه. ان انا باخد الكورسين دول ببدا الاقي نتيجه الكورس بتاعي من اول اسبوع مع المتابعه الاسبوعيه. بنزل في اول اسبوع من 3 ل 6 كيلو. ده كورس الشهرين لاي حد وزنه تحت ال 100 او تحت ال 90. بعد كده اي حد وزنه فوق ال 100 بياخد كورس 3 شهور برده على حسب الفريق الطبي ما بيحدد لي. حلو. ومعايا النهارده خصم 70% والشحنه مجانا النهارده لحد الساعه 11 12 بالليل. هايل. طيب قول لنا بقى، احنا قلنا مرضى ضغط كوليسترول سكر، مرضى ضغط كوليسترول ما فيش اي مشاكل خالص، وعايزه برضو اكد على نقطه مهمه جدا، ان انا بعد ما اوقف الكورس ده حرقي بيفضل عالي بعد كده خلاص على طول حياتي، مش بعد كده يرجع زي الاول تاني، لان كذا حد بيقول لي انا هاخد الكورس وبعد كده هفضل ماشي عليه طول حياتي، لا شويه فتره شهرين او ثلاثه وهو بس وخلاص على كده. خلاص مظبوط. طيب سؤال بقى، هو دلوقتي احنا قايلين بس الكبسوله دي تحديدا عشان لو لسه حد منضم للفقره يبقى برده حضراتكم معانا،
الناس اللي بتبقى بتخس جسمها محتاجه جسمها يخس شويه، بس بيتبقى في شويه مناطق زي البطن او الارداف او كده بتفضل فيها شويه دهون. ده بقى الكورس الهديه اللي معانا اللي عليه ده الكورس اللي عليه مخصص للمناطق اللي فيها تجمعات دهون تكترات دهونيه اغلبها البطن او الارداف او الجناب. ده الكورس الهديه اللي معايا هايل، وكمان بيثبت ومنحت النحت ده هو الاساس، وبعد كده التثبيت ما بيزيدش بعد كده تاني وزني، ودي اهم حاجه عندي في الكورس انه بيتخلص من الخلايا الدهنيه نفسها نهائي، مش من الدهون، بقضي على الاساس خالص. اوكي حلو قوي. طبعا ده مش يعني الناس اللي بترتبط مثلا بتلعب رياضه ما بتلعبش مش حابه ملوش اي علاقه خالص، مفيش مشاكل. الناس بقى اللي عندها مشاكل في الغده عادي جدا برضو، بل بالعكس، لان في كذا حد بيقول لي طب انا باخد علاج للغده الدرقيه هعمل ايه؟ بالعكس هو بيساعد لي ان الغده الدرقيه تفرز هرمونها بشكل احسن. أوكي. فابدا عليه يمشي على العلاج بتاعه عادي مظبوط، مفيش اي مشاكل خالص. حلو. طب نتكلم بقى عن السيدات اللي هم كانوا ولدوا او مرضعات دلوقتي، احنا بنقول بعد 6 شهور هم بيحبوا يفضلوا بعد 6 شهور من ولاده الطفل، وده عشان شويه اما انت بتخسي طبيعي ان اكلك بيقل، فطبيعي ان اللبن بيقل. فبعد 6 شهور لان الولد بالسن عمر الطفل بيبدا يدخل له اكل تاني، فبتقدري تعتمدي على حاجات تانيه غير اللبن. كده نبقى امننا كل الايه اللي موجود معانا، وعايزه اتاكد ان هو كله اعشاب طبيعيه 100% 100% ما فيهوش اي كيميكال دي خالص. انا بشكرك طبعا يا مي، ميرسي جدا، اشكرك شكرا جزيلا، ضيفتي الجميله نورتني شرفتني مي سمير، وبشكر طبعا حضراتكم لحسن المتابعه، واتمنى يا رب تلاقوا كل اللي حضراتكم عاوزينه. النهارده عملنا الملوخيه الناشفه بطريقه بسيطه وسهله جدا، واستخدمنا فيها الطشه الحلوه دي باصل الحلوب، وعملنا طاجن الحمام بالفريك بطريقه بسيطه وسهله، وشوحنا برده الكبد والحاجات بتاعته بسمنه اصل الحلوب. خلينا ناخد سمنه بلدي 100%. اي نعم، هي احنا في ناس ليها مصادر ثانيه، ناس اللي واثقه من مصادرها خلاص، لكن في ناس بصراحه احنا بنتخم احيانا في موضوع الزبده البلدي ده، فاحنا يا ريت نحصل على سمنه اصل الحلوب معانا. وطبعا بشكر حضراتكم لحسن المتابعه، اتمنى النهارده تتصلوا على الارقام الموجوده من فيتار وتلاقوا بدري علشان هم ما بيقدروش يعملوا الخصم 70% ده وقت طويل. فارجو ان حضراتكم النهارده تستمروا، واتمنى يا رب من الله ولا يكتر على الله اني اشوف حضراتكم على الف خير وصحه وسلامه وامان، وسلام عليكم.